ما زالت مخاوف الأمم المتحدة والاتحاد الأوروبي قائمة من عودة العنف إلى السودان، بالرغم من توقيع كل من حزب المؤتمر الوطني السوداني الحاكم بزعامة الرئيس عمر حسن البشير وحزب الأمة القومي المعارض بزعامة الصادق المهدي اتفاقا سياسيا أطلق عليه اتفاق التراضي الوطني. الرئيس السوداني عمر حسن البشير يمد يده إلى الصادق المهدي، اتفاق يدخل الحكم وحزب الأمة المعارض مرحلة جديدة. نحن نؤكد في المؤتمر الوطني إصرارنا على تنفيذ هذه الوثيقة بندا بندا وحرفا حرفا. لكن بين لغة النوايا وواقع الحال في السودان بون شاسع، فمنطقة أيبي والتي عاد إليها الهدوء شهدت معارك عنيفة بين الجيش والمتمردين الجنوبيين راح ضحيتها 22 من عناصر الجيش السوداني، ما يعني عودة بذور التوتر إلى المنطقة، وهو ما يثير قلق الأمم المتحدة والاتحاد الأوروبي. أعتقد أننا نمر بمرحلة خطيرة لغاية الساعة. نحن نرى نتائج المعارك التي جرت في منطقة أيبي. نظام المساعدات الإنسانية للسكان الذين يعانون لا يزال مؤقتا، والمطلوب حل سياسي حتى يعيش السكان حياة عادية ويبدأ إعادة البناء. تخوفات من اندلاع العنف من جديد في منطقة أيبي، وبالمقابل اتفاق سياسي بين الحكم وأحد أهم أقطاب المعارضة، لكن بين الخوف والأمل تظل كل توقعات الوضع السياسي السوداني قائمة. محمد نبيل، روسيا اليوم.